متابعي بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ونشره اخباريه جديده نتابع فيها اخر تطورات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الاسواق، والبدايه دوما بالعناوين. البنوك تفتح الحسابات مجانا بمناسبه عيد الفلاح. مبيعات السيارات في مصر تواصل الانخفاض لتسجل 43.1 مركبة خلال 7 أشهر. حماية المنافسة تحرك الدعوة الجنائية ضد 14 شركة عاملة في تصنيع قطاعات الألومنيوم. التموين تطرح حلاوة المولد بأسعار مخفضة بنسبة 25%. انتهت العناوين الرئيسية، وإلى تفاصيل الأخبار ولكن بعد الفاصل. بانكير نبض البنوك. أهلا بحضراتكم مجددا. تبدأ جميع البنوك بالقطاع المصرفي المصري فتح الحسابات مجانا وبدون حد أدنى بمناسبة عيد الفلاح، بداية من الأسبوع المقبل الأول من سبتمبر إلى 15 سبتمبر. وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها من خلال مناسبات الشمول المالية، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد. وكذلك أكد المركزي في تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء، وكذلك تشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء. وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالية التي تحتفل بها البنوك كل عام احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي للشمول المالي من 1 حتى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 حتى 15 أغسطس لمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 حتى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 حتى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم. استمرت مبيعات السيارات في مصر في الانخفاض على مدار العام الجاري، لتهبط خلال 7 أشهر الأولى من العام بنسبة 68.1%. وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك أن مبيعات السيارات بلغت 43.1 ألف سيارة في مقابل 135.86 ألف سيارة خلال 7 أشهر الأولى من 2022، بتراجع 91.946 ألف سيارة. كما أشار الانخفاض مبيعات السيارات بنسبة 50.4% خلال يوليو لتبلغ 6,295 سيارة في مقابل 12,768 ألف سيارة خلال يوليو 2022. قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوة الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم. وأوضح قيامي بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للوقوف عما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه. وأضاف الجهاز أنه تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وهو الأمر الذي يخالف أحكام المادة 6 ألف من قانون حماية المنافسة التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص متنافسة في سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل. أعلن لواء عصام البدوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير مصنع فينوس للحلويات وكذلك العصائر التابع للشركة ضمن خطة تطوير شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه،
كما قال البدوي إن المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حالياً 2500 طن سنوياً، لافتاً إلى أنه من المستهدف الوصول بطاقة 3000 طن سنوياً. وأضاف أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من الحلاوة الطحنية لتبلغ 4000 طن سنوياً، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تطوير خطوط إنتاج البسكويت لتتضمن أنواع مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرات وتغطيات أخرى. كنت أنا معكم عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.